انا بتكلم النهارده العلاقه اتطورت ليه؟ انه في لينك حصل بينه وبين خالد زيد بخصوص الكابتن طاهر ابو زيد، وقال له طاهر ابو زيد يمشي من الوزاره وانا اجي وزير رياضه واعمل لك اللي انت عاوزه. ده الكلام اللي حكاه خالد زين في مجلس اداره، وقاعده بينه وبينه وقاعده بينه وكان شخصيه. هو الاستاذ خالد زين يملك ان هو يجيبه ويمشي؟ ما هو عمل ايه؟ ما هو المشكله احنا في ايه؟ احنا من اول لما جه الاستاذ خالد زين اتخانق مع الاستاذ عمرو فاروق مشي، وبعد كده اتخانق مع الكابتن طاهر ابو زيد في مشكله كبيره جدا وكلها. بس كانت في الاخر الدنيا محلوله. انا كنت متابع بقى المشكله دي من الالف للياء. بتاعت ايه؟ بتاعت مستشار خالد زين واللجنه الاولمبيه ولما الاستقواء بالخارج والقصص اللي حصلت. لا ما دي لا 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 ما كان في مشكله مع كابتن طاهر. ما هو حصل ايه؟ كابتن طاهر بقى لواحد والناس جابت له بقى ايه، خد يا كابتن طاهر دي ملفات بتاعته وافتح، يطلع خالد زين يتكلم على طاهر ابو زيد ويسيء في طاهر ابو زيد وخبط في طاهر ابو زيد. ليه؟ يبقى خلي طاهر زي كده يمشي طاهر ابو زيد. عشان ليه يمشي طاهر ابو زيد؟ عشان طاهر ابو زيد كان عاوز يفتح ملف 2006. مين يا فندم اللي هو، معلش مع احترامي، هو رئيس اللجنه الاولمبيه يملك ان هو يمشي وزير ويجيب وزير؟ مش يملك. امال الحكومه دي ايه يا فندم؟ مش يملك. لا مش يملك، خد بالك هو مؤثر ازاي؟ لما يطلع الراي العام ويهاجم وزير بشكل ما وبمستندات ومش عارف يقول حاجات ويجيب حاجات معينه بتسيء لوزير. خد بالك زي ما حصل مع الاستاذ عمرو فاروق، وهو قال لك كده، قال لك انا مشيت يا فندم. المستشار خالد زين من حقه يتكلم ويقول اللي هو عايزه. يا سيدي ما انا بقول لك القصه، انا بقول لك لكن الحقيقه فين؟ ما حدش عارف. انا بقول لك الحوار اللي حصل. تمام. ما بقولكش الحقيقه فين، مين اللي جابه ومين ما جابوش، انا بقول لك الحوار اللي حصل. تمام. فانا النهارده بقول لك انا محسوب النهارده. مشكلتي النهارده لما قلت ان البتاع ده جاي من الوزاره، مين اللي زعل؟ الوزير. فالوزير ده التعليمات لجنه اولمبيه من خلال ناس معانه ياخدوا مني موقف. الموقف ده اتخذ معايا انا، مع ان قبل كده زميل طلع وزمايلي بعد كده طلع، واللي جاي المستشار خالد زين طلع بنفس الكلام وقال كلام يعني اخطر من كده بكتير جدا. نعم.